ولا حضرتك مجلس الوزراء امبارح لم يقر ايه ال 40 بتاع مجلس الوزراء، ما قالش في انتخابات. ده الوزاره بتدعي، بتدعي حاجات كذب، حاجات ما حصلتش. الراجل قال اعملوا خريطه الطريق، خريطه الطريق بتقول ان نعمل قانون رياضه، ما قالش في انتخابات. يوريني ورقه قالها رئيس الوزراء ان في انتخابات، يقول لي هي فين. انما الادعاء دي ادعاءات غير حقيقيه، عيب عيب القيادات المسؤوله، عيب يبقى في راجل مسؤول في البلد، عيب ان ده حاجات ما حصلتش. امال ما تم في البيان تحديدا في مجلس الوزراء اللي تم البيان اللي اصدرته امبارح مجلس الوزراء بيقول ايه؟ الاستمرار في عمل خريطه الطريق. خريطه الطريق بتقول ايه؟ تعمل قانون رياضه. ما قالش اكتر من كده رئيس الوزراء. ايه دخل سيره الانتخابات فيه؟ مش عارف جاب حاجات دي منين، ما اعرفش. اقرا بيان اللي اصدر امبارح عن طريق رئيس الوزراء وقول لي المكتوب فيه ايه. وانا بتحدى رئيس الوزراء وبتحدى الوزير يقول لي انه قال حاجه زي كده، ما حصلش حاجه زي كده. السؤال التاني بقى، انت معالي وزير رياضه استبعدتني ليه من اللجنه؟ انا ما عنديش ورق جلدي عشان ابقى معدي اقعد في وسط الناس. انا كنت مرشح من قبل لجنه الانديه في اللجنه الاولمبيه ان اروح، استبعدني ليه؟ يعني هو الكابتن طارق بوزير استبعد حضرتك تحديدا؟ تحديدا ليه؟ ليه؟ اساله هو، انا بوجه له سؤال عبر قنواتك، قول له قول انا استبعدت ليه؟ ان للاسف وزاره الرياضه مش عايزه تعمل الشيء الجديد او الشيء الصحيح. احنا طبعا يعني انت دلوقتي هل من المنطقي ان انا اعمل انتخابات على قانون بقاله 40 سنه؟ احنا بنتكلم دلوقتي طالما ان انت كده كده بتشرع في اعداد قانون جديد، هذا القانون يتوافق مع المعايير الدوليه وفقا للنص الدستوري الجديد الماده 84. فالاولى والافضل ان انت تاخد هذا القانون وتشرعه ثم تجري عليه انتخابات، عشان ما ينفعش ان انت تجيب انديه كبيره جدا، الاهلي والزمالك والزهور واليوبلس، انديه كبيره جدا اعضاء الجمعيات العموميه فيها تتخطى 1,200,000، تجيبهم على قانون قديم وتقعدهم 4 سنين وانت عندك قانون جديد طلع وفقا لمعايير دوليه وفقا لنص دستوري بيقول لك ان انت تلتزم بهذا الاطار. الاجتماع كان غير مفيد بالمره ده حسب اللي سمعناه، وان هو طلب من المستشار خالد زين انه يبعت ويقول ان مفيش مشاكل واو ولا اخره، ده كلام غلط. لا، في تدخل حكومي وهذا الراي غلط، واحنا جايين هنا علشان نعلن اخر ما عندنا. يعني احنا بنقول احنا بنخلي مسؤوليتنا، احنا بننصح كرياضيين خايفين على الحركه الرياضيه في مصر وقلبنا على مصر، فاحنا بنقول ان ده احنا بنخلي مسؤوليتنا من اي حاجه تيجي على مصر، عقوبات اذا كنتوا انتم مش شايفين او الكلام ده كله فتنحوا جانبا. عيب ان احنا نلعب بسمعه مصر ورياضة مصر. أنا بس يعني طبعا احنا سمعنا عن اجتماع الأمس أخبار متضاربة، كان الظهر كده في كلام أنه السيد رئيس الوزراء قال أنه الانتخابات تجرى وأنه مفيش أي علاقة بالميثاق الأولمبي وأنه الانتخابات هتجرى كما قررت وزارة الرياضة. مساء طلع المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء وجت لنا اخبار انه السيد رئيس الوزراء قال انه لا، هو ما هو ملتزم بالميثاق الاولمبي وملتزم بخريطه الطريق وان هو ما قالش هذا الكلام. بين النبأين احنا في حيره الحقيقه، لكن لازم نقول ده ايه الاجواء المحيطه بيه وده ايه الاجواء المحيطه بيه. الاول، اجراء الانتخابات في موعدها يعني عزل مصر نهائيا عن الساحة الرياضية، يعني ان احنا دلوقتي بندور على تثبيت مكانة مصر بعد ثورة 30 يونيو وبنقول للعالم محدش يجي لنا ولا احنا رايحين لحد، لانه يسمى بالتدخل الحكومي، لانه مفيش بطولات بصرف النظر عن التدخل الحكومي. يعني انا بس عشان بس في شعارات مرفوعة وهذه الشعارات ليس لها ظل من الواقع. تدخل او سيادة مصر، سيادة مصر ضد هيمنة امريكية او محاولة تدخل كيانات صهيونية لصالح دعم جماعة إرهابية أو ما إلى ذلك. إنما لما تكون أنت عضو في منظمة دولية وتشارك معها في أنشطتها الرياضية، هذه المشاركة ليست إجبارية. إذا كنت حضرتك عايز تشارك في هذه المنظمات من خلال البطولات ومن خلال القواعد الموضوعة اللي استقر عليها العالم، لازم تتفق مع ما تم وضعه في من أطر للمشاركة في هذه البطولات. إنما لو حضرتك عايز تقعد في بلدك وتعمل نشاط داخلي، ده انت حر فيه وما تلتزمش بالميثاق الأولمبي.